بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعزائي طلاب الصف الثاني المتوسط، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الوحدة الأولى، وهو درس الفهم القرائي، وهو بعنوان رسام القلب. وهذا الجهاز يدخل ضمن التقنيات الحديثة التي ندرسها في هذه الوحدة، لأن الوحدة كما ذكرنا في بداية مقررنا أنها عن التقنيات. وببساطة يعرف بعض العلماء التقنية أنها هي تحويل العلم النظري إلى آلات واختراعات عملية، وجهاز القلب أحد هذه الاختراعات العملية التي يؤدي دورا بارزا لخدمة المرضى في عصرنا الحاضر. عزيزي الطالب، نقرأ مع بعضنا كل فقرة من فقرات الدرس، ثم نعلق عليها بالتوضيح والشرح للأفكار التي تتضمنها. في بداية الدرس، إذا كنت في أذكرك بعنوان الدرس رسام القلب، ولعلك تلاحظ معي هذه الصورة التي تصاحب الدرس، وهي رسومات القلب التي يقيسها جهاز رسام القلب. إذا كنت في هم وضيق، ربنا ينجينا من الهم ويفرج عنا كل هم وكل ضيق، ولم تتمكن من التحدث إلى والديك، فإنك قد تكتب لهما رسالة تطلب منهما العون، يعني المساعدة. وهكذا قلب الإنسان حينما يكون متعبا، فإنه يمكنه إن أعطي الفرصة أن يكتب رسالة إلى الطبيب غالبا ما تجعله قادرا على عملية الإنقاذ. يعني كأن القلب هو الذي يتحدث إلى الطبيب ويخبره بألمه ويخبره بما فيه من ملمات، وهو تشبيه لك إذا كنت لا تستطيع أن تتحدث مع والديك لأي ظرف، فيمكن أن تكتب لهم رسالة. أنت تكتب رسالة بخط اليد وبالقلم، أو الآن ممكن أن تكتبها إلكترونيا وترسلها إلكترونيا. كذلك رسام القلب يمكن أن يرسل رسالة إلى الطبيب يبين حال القلب وما ألم به. والرسالة التي يكتبها القلب ليست مكونة من كلمات بالطبع، ولكنها خطوط متعرجة تشبه لهو الطفل في كراسته. هذه الخطوط التي تراها تشبه طفل يلعب في كراسته بقلم فيرسم فيها الخطوط المتعرجة التي يمكن أن تراها أنت على غير نظام، ولكن المختص الطبيب المختص هو الذي يفسرها ويبينها ويعرف ما في القلب من خلال هذه الرسالة. ولكن تلك الرسالة التي تسمى رسم القلب الكهربائي تعطي الطبيب المتمرن، يعني الطبيب المدرب الفاهم الذي يمتلك الخبرة، صورة واضحة لحالة القلب وتشخيص ما به من أمراض. هذه بيان لهذه أهمية أو مفهوم هذه الخطوط المتعرجة ودورها في علاج القلب. ورسم القلب الكهربائي لم يكتشف دفعة واحدة أو بوساطة رجل واحد، فمنذ سنين عديدة كان الإنسان يعلم أن انقباض أي عضلة يسبب
شحنة كهربائية صغيرة، شحنة كهربائية صغيرة، أي هذه ناحية علمية، انقباض أي عضلة يسبب شحنة كهربائية صغيرة. ولكن وبما أن القلب عبارة عن عضلة، فقد حاول العلماء أن يقيسوا ويسجلوا التيار الكهربائي الذي يسببه في الذي يسببه انقباض القلب أثناء ضرباته، وبذلك يكتشفون أي خلل في عمل هذا العضو الحيوي فيبتدئون علاجه. يبقى أول هذه الفقرة تناقش، ممكن أن نستخلص منها فكرة أن العلماء حاولوا أن يسجلوا التيار الكهربائي الذي يسببه أو الذي ينشأ من انقباض القلب أثناء ضرباته. الفقرة التي بعدها، ولكن كل الاختراعات التي عملت لهذا الغرض من غير الممكن الاعتماد عليها، حتى جاء أستاذ هولندي واستعمل آلة بسيطة لم يفكر أحد من قبل أو من قبل في استعمالها، لم يفكر أحد من قبل في استعمالها. أعزائي الطلاب، في أوائل القرن العشرين كان ويليام، طبعا العشرين الميلادي، كان ويليام أينتهوفن أستاذ علم وظائف الأعضاء في هولندا مهتما بدراسة القلب البشري. وكان الطب، يعني بداية القرن العشرين، أذكرك عزيزي الطالب، هو الذي بداية القرن دائما يبدأ، العشرين مثلا يبدأ من ألف وما بعد ألف وتسعمائة، وكان الطب يعني 1901 إلى نهاية القرن، إلى أن تصل إلى تمام الألفية الثانية. وكان الطب قد قفز عدة قفزات كبيرة، إذ اكتشفت في تلك المدة طرائق جديدة للتشخيص والعلاج تعمل بكفاءة. هناك طرائق، وطرائق هنا مفردها طريقة، هذه تخفى على بعض الطلاب فيكتبها طريق، إنما هي بتاء مربوطة مفردها طريقة والجمع طرائق، جديدة للتشخيص والعلاج. تشخيص اللي هو معرفة المرض، وسوف ندرسها في أو نناقشها في أنمي لغتي، والعلاج تعمل بكفاءة، يعني تعمل بقوة ومهارة كافية. وتوصل العلم إلى كشف الكثير من أمراض العيون والحنجرة والرئة والمعدة، وهذه الأمراض تطور علاجها، كما لأن في العصور الوسطى والعصور القديمة كان العلاج بسيطا ويعتمد في بعض الأحيان على الأعشاب، ويعتمد في بعض الأحيان الأخرى على عادات الناس، حتى قال الشاعر: يداوونني بشاة لا قلب لها. كانوا يداوون الشاه منزوعة القلب، يداوون بها مريض القلب هذا. وكيف يداوي؟ يقول: يداوونني بشاة لا قلب لها، وكيف يداوي القلب من لا قلب له. هذا بيت لشاعر عربي قديم، ويقال أنه قيس بن الملوح، وهو يقول: يداوونني، لما وصفوا له بعض العلاج وجدوه فيه بعض التقصير والقصور في قلبه، فيقول: يداوونني بشاة لا قلب لها، وكيف يداوي القلب من لا له قلب. وتوصل العلم إلى كشف الكثير من أمراض العيون والحنجرة والرئة والمعدة، وكذلك عرفت طرائق جديدة مأمونة في الجراحة والأمراض الجرثومية. الأمراض الجرثومية اللي هي الأمراض المعدية، كل أمراض المعدية عاذنا الله ووقانا من شر هذه الأمراض،
منها المرض، مرض العصر، وهو الكوفيد 19. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا ويصرف عنا شر جميع الأمراض وسيء وعضال الداء، وقانا الله وإياكم. كان هناك اكتشافات تساعد في الأمراض الجرثومية، لأن حتى في بداية القرن، في السنوات 20 الأولى من القرن، انتشرت مرض جرثومي خطير جدا، حصد الكثير من، في سنة 1919 و 1921 في مثل أعوامنا هذه، حصد يسمى الإنفلونزا الإسبانية، حصد الملايين من الناس عافانا الله وإياكم، وصل العدد إلى 50 مليونا تقريبا. ولكن القلب بالرغم من علاج هذه الأمراض التي تتعلق بأجهزة الجسم معظمها، ولكن القلب بقي كما هو سرا غامضا، لم يكتشفوا علاجا سريعا لأمراض القلب في هذا الوقت. وتطور الأمر في قادم الأيام. في يوم من الأيام كان أينتهوفن، اللي هو الأستاذ الهولندي الذي يعمل أستاذ في علم الأعضاء، كان يفحص آلة صنعها الأستاذ ولر لتسجيل حركة القلب. يعني ولر كان عنده آلة لتسجيل حركة القلب، وكان الأخير إذا ما سئل عن آلته يصف آلات هذه الآلة التي صنعها، ويقول تتكون من عمود من الزئبق في أنبوبة زجاجية عمودية لها سلكان. إلى هنا هذا الوصف يشبه وصف الترمومتر الذي يقيس الحرارة في زماننا، لأن الزئبق معروف من تدرسون في العلوم، أو لعلكم درستموه فيما سبق، أنه الفلز الوحيد السائل، لذلك هو يتحرك عندما يتعرض لمؤثرات في الأنابيب، فيقيس الحرارة ويقيس حركة القلب أيضا. لها سلكان، الجزء الأول لغاية في أنبوبة زجاجية عمودية، يشبه إلى حد كبير الترمومتر الذي نقيس به الحرارة في عصرنا الحديث، والذي يوضع تحت اللسان أو يوضع تحت الإبط. لكن هذا تطور أيضا الآن، وأصبحت أجهزة أحدث في قياس الحرارة. هذه الأنبوبة الزجاجية العمودية التي اخترعها ولر لها سلكان يتصلان بجسم المريض ويوصلان تيار الكهرباء منه إلى الزئبق اللي هو في الأنبوبة الزجاجي، ويصف هذا كما ذكرنا ولر، ويقول عنه إن التيار الكهربائي الذي يولده القلب، تعليق أينتهوفن على جهاز ولر، الذي يولده القلب أثناء ضرباته يحرك الزئبق في الأنبوبة، وهذا بدوره يسبب ظهور الرسوم المسجلة على الورق. عندما يتحرك الزئبق في الأنبوب بسبب التيار الكهربائي الذي يولده القلب الجسم المريض، فهذا يسبب الرسوم المسجلة على الورق. ولكن هذا التسجيل ليس دقيقا، والآلة غير عملية، لأن عيوب هذا الجهاز، لأن في سؤال عنها في الأنشطة القادمة، أذكر تحدث عن أو قارن بين جهاز ولر والجهاز الذي طوره أينتهوفن فيما بعد. والآلة غير عملية، فالطبيب العادي لا يمكنه استعمالها، تحتاج إلى معمل، زائد أنها ضخامتها في ذلك الوقت. ووافقه ولر في أسف وحزن، هذا صحيح، يعني أنها غير عملية والطبيب العادي لا يستطيع استعمالها، فما بالإمكان استعمال هذه الآلة إلا في معمل
إذ تحتاج إلى كثير من الوقت والعناية. احفظ معي عيوب هذه، تحتاج استعمال هذه الآلة لابد أن يكون في معمل، يعني لا يمكن أن يوضع بجانب مريض في مستشفى. إذ تحتاج إلى كثير من الوقت والعناية للتسجيل، فأنا أعلم أن هذه عيوب أو هذه عيوب حقة في الجهاز، وهي التي منعته من الانتشار. وقال أينتهوفن بتمعن إن فكرة الجهاز صحيحة، يعني إن التيار الكهربائي ينتقل إلى الجهاز من جسم المريض أو من قلب المريض إلى الجهاز فيتحرك الزئبق، هذه فكرة ممكن أن تكون صحيحة من وجهة نظر أينتهوفن، وسوف يعتمد عليها في تطوير جهاز آخر. ولكن لابد من طريقة لانتقال التيار الكهربائي بسرعة ودقة إلى الجهاز للتسجيل، يبغى تيار يكون يصل بسرعة أكبر. كل ما نريده هو شيء أكثر حساسية من للكهرباء حتى يسجل التيار فورا. وأخذ أينتهوفن يفكر مدة طويلة في جهاز الأستاذ ولر، ويبحث عن طريقة أو يبحث عن طريقة لتحسينه. وبمشيئة الله تعالى رأى أينتهوفن في يوم من الأيام جلفانو مترا، اسمه جلفانو مترا، جلفانو مترا بسيطا من اختراع سويجر لإظهار أي تيار كهربائي، وكان مصنوعا من خيط رفيع من الكوارتز، وأيضا هذا من العناصر الجدول الدوري الكوارتز، فوقه طبقة من الفضة، خيط رفيع من الكوارتز وفوق هذا الخيط طبقة من الفضة، وموضوع بين قطبي مغناطيس، قطبي مغناطيس، وهو حساس جدا لدرجة أن أي تيار كهربائي ضئيل يسبب ذبذبة، يعني حركة الخيط فورا، أي تيار يمر من خلال هذا الجهاز فيسبب حركة التيار الضئيل البسيط، يسبب حركة وزبزبات للخيط فورا. وحينها عرف أن الجلفانومتر إذا وصل بجهاز تسجيل فسوف يحصل على جهاز موثوق به لتسجيل حركة القلب، يريد أن يسجل حركة القلب بهذا الجهاز الجلفانومتر. وهكذا ابتدأ في صنع هذا الجهاز، فكرة مستوحاة من فكرة الجلفانومتر. ومع أن أول جهاز أتمه أينتهوفن في سنة 1903 للميلاد، 1903 للميلاد، كان ضخما وغير متقن، أو متقن الصنع كان ضخما جدا، حتى مثل جهاز الحاسوب في بدايته كان ضخما جدا، ثم تبدأ الأجهزة في الاختصار وفي كلما تقدم العلم حتى يصبح محمولا أو بجوار سرير مريض وغير متقن الصنع. لم يكن ذلك ليسوءه، يعني لا يضره، لأنه أثبت دون شك صحة فكرته، وبالتالي أمكن تكبير وتصوير ضربات القلب بالفوتوغرافيا على الفور. الفوتوغرافيا يعني الصور اللي تطلع فيها هذه الحركة الخطوط أو الزبزبات التي ذكرنا أنها تسببها حركة التيار الكهربي الصادر عن القلب، قلب المريض اللي هو يقيس جهازه. ومع مرور الأيام أدخلت كثير من التحسينات على رسام القلب الكهربائي الأصلي الذي صنعه أينتهوفن، واليوم توجد أنواع صغيرة يمكن حملها إلى جانب سرير المريض، عافانا الله وإياكم وشفى جميع المرضى، مرضانا ومرضى جميع المسلمين بإذنه تعالى ومنه وكرمه، حتى تسجل رسم قلبه، وحتى يتمكن الطبيب من قراءة التشخيص. إن رسام القلب الكهربائي لا غنى عنه الآن،
إذ يعد أساس الدراسة العلمية لأمراض القلب. هذه الأجهزة تكتشف إذا كان هناك خلل في القلب، لأن أي خلل في القلب يؤدي والعياذ بالله إلى بعضها إلى الوفاة بصورة مفاجئة وصورة سريعة. نسأل الله لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين السلامة والعافية. أعزائي، بعد قراءة الفقرات ومناقشة الأفكار التي فيها، نحاول معكم أن نناقش مكونات الدرس اللغوية. من أنمي أولا، نبدأ كما تعودنا، أنمي لغتي، يعني نزيد المفردات، معرفة المفردات في النص وربطها ببعضها واختيار الأدق منها الذي يؤدي المعنى في الجمل النص، لأن يعني ممكن المعنى نذكر في كل مرة أن لغتنا لغة واسعة المجال في التعبير، يمكن أن تؤدي المفردة الواحدة بعض المعاني على حسب الجملة وحسب السياق التي وردت فيه. نقول كلمة التشخيص تليها الانقباض، انقباض القلب، تشخيص الذي يجريه الطبيب. العضو الحيوي داخل جسم الإنسان. الأمراض الجرثومية، ما المقصود بالأمراض الجرثومية؟ نتابع القائمة باء، وفيها جمل أيضا، كل جملة بعد ذلك سوف نربطها بالمعنى أو المصطلح الخاص بها. تقلص عضلات القلب لدفع الدم داخل الشرايين، طبعا يوصل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم، شرايين وأوردة اللي هي اللي سموها الأوعية الدموية. بعدها جزء مهم من جسم الإنسان. تعرف نوع المرض ببعض الأعراض المميزة له من خلال الأعراض. تشكل الطبيب، أنا أشكو من كذا وكذا وكذا وكذا، أو المريض يشكو أنا عندي كذا وكذا وكذا، فيقول له المريض أو يعرف، يدله على إيه؟ على نوع المرض الذي عنده. الجملة الأخيرة، ما ينتقل عن طريق العدوى. هيا نربط كل مصطلح من القائمة ألف بما يناسبه من معناه وتوضيحه من القائمة باء. التشخيص هو تعرف نوع المرض ببعض الأعراض المميزة له. تعرف نوع المرض ببعض الأعراض المميزة له. طيب الانقباض اللي هو تقلص عضلة القلب لدفع الدم داخل الشرايين، يعني كالمضخة. العضو الحيوي هو جزء مهم من جسم الإنسان. الأمراض الجرثومية هي ما ينتقل عن طريق العدوى، وأبسطها الإنفلونزا العادية والإنفلونزا الموسمية، وأصبح الآن مرض الكوفيد 19 الذي أو الكورونا الذي ينتقل عبر الرذاذ أو عبر الإنسان المصاب، يصدر منه رذاذ أو أي شيء فيصل إلى إنسان آخر. فهذه هي الأمراض الجرثومية. بعدها نناقش مرادفات لبعض الكلمات التي وردت في النص. مرادف أومأ يعني أشار. طيب، أشار برأسه أو بيده أو غير ذلك من الإشارات. مراد جمع معملان. طبعا معمل مثل مصنع، مصانع، معمل معامل على نفس القياس. مفرد طرائق،
مفرط طرائق قلنا في أثناء الشرح نركز عليها، لأن بعض الطلاب يختلط عليهم الأمر ويطلقون ويختارون طريق، لا، طرائق مفردها طريقة بالتاء المربوطة. بعدها س ضد يسوءه، يسوءه يعني يغضبه ويضره، عكسها أو ضدها يسره. طيب الجملة التي بعد ذلك، آلة تستخدم لإظهار أي تيار كهربائي. ذكرنا قبل ذلك الجلفانومتر. نكمل مع مكون أجيب أعزائي الطلاب من خلال فهمك للنص الذي ذكرناه منذ قليل. هل يستطيع القلب كتابة رسالة إلى الطبيب؟ أوضح ذلك. ذكرنا في بداية الفقرة الأولى أنك إذا كنت لا تستطيع أن تحادث والديك، فيمكنك أن تكتب لهما رسالة. كذلك القلب يكتب رسالة، ورسالته عبارة عن الخطوط المتعرجة. نعم، عندما يقاس بجهاز رسام القلب يصدر تيارا كهربائيا، وهذا المنتج النهائي لها الخطوط المتعرجة. أعزائي طلاب الصف الثاني، كيف استطاع العلماء الكشف عن أي خلل يتعرض له القلب؟ باختراع تسجيل التيار الكهربائي الذي يصدره القلب. أي قلب، أي عضلة تصدر تيار كهربائي أثناء حركتها. ففكروا في جهاز يسجل هذه الشحنة الكهربائية التي يصدرها القلب، ثم فحصها وتشخيص ما يعاني منه بدقة. السؤال الثالث، ما العيوب التي منعت جهاز ولر من الانتشار؟ لعلك تذكر قبل ذلك أننا قلنا أنه غير دقيق، وأن الجهاز ضخم وغير عملي، يحتاج إلى معمل بطيء الحركة وغير عملي، ولا يمكن للطبيب العادي استعماله، بياناته ليست دقيقة. وهذا أهم ما في الموضوع، أن البيانات التي نحصل عليها من جهاز ولر كانت، أو التي تنتج من هذا الجهاز في وقتها، كانت بيانات غير دقيقة. السؤال الأخير في مكون أجيب، كيف تحول جهاز رسام القلب من جهاز بسيط إلى جهاز يعتمد عليه عندما اخترع طبعا أينتهوفن وسيلة عن طريق الجلفانومتر؟ فكرة الجلفانومتر تنقل التيار الكهربائي بسرعة إلى جهاز رسام القلب. أعزائي الطلاب، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رسام القلب، وأتمنى لكم أن تكونوا قد فهمتم ما ورد في فقرات هذا النص من أفكار رئيسية وأفكار فرعية، ومن معاني ومصطلحات ناقشناها في أنمي لغتي وفي مكون أجيب. وإلى لقاء آخر في باقي مكونات هذا الدرس، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.